يعني انت الدكتور قالك ان هو ده الاحسن؟ ايوه، وانا قعدت احاول اضغط عليه عشان يلاقي لي حل تاني، وهو مصمم ان هو ده انسب حاجه بالنسبه له. طب انا مش فاهم، هو انت ليه بتضغطي؟ طالما الدكتور قال ان ده الصح يبقى هو ده الصح. مش دايما الصح بيريح، الصح ساعات بيضايقنا وبيضايق ناس تانيه، بس في الاخر الصح المفروض هو اللي يحصل. لا انا مش مقتنع. طب على فكره بقى، انا اكتشفت النهارده بقى ان انت بتحب ابوك اكتر ما انت متخيله بكتير. عارفه ليه؟ عشان مش بتحبيه للدرجه دي عمرك ما هتخافي عليه ولا تترددي ان انت توديه مكان زي ده. اهدي بقى وبطلي وسوسه. على فكره الحب بيبان ما بيستخباش. تفتكر؟ اسالينا. انا نعم. ابوك عامل ايه؟ لا ثانيه واحده. لا لا بصي، يعني انت قصدك تقول انه لو في اي حد بيحب حد تاني مهما كان هو بيحاول يخبي مشاعره اللي قدامه بيبقى حاسس؟ طب اسمعي يا متعلمه، الحب ده رزق كرم كده من عند ربنا، لو بعته لحد مفيش حاجه تقدر تمنعه خالص. يجي بقى النهارده، يجي بكره، ما يجيش خالص، انا ما بشغلش دماغي. الكلام ده بسيبه للناس الموسوسه اللي زيك. يعني يمكن انا فعلا موسوسه شويه. انا عرفت انا هعمل ايه مع ابويا. خلاص هتوديه؟ لا طبعا. برضو؟ انا بحبه لدرجه ان انا ما اقدرش اعمل فيه كده ابدا. ولا في نفسي، ولا في مروه. انا هقعد اتكلم معاه النهارده. وهنلاقي حل. وهخليه ان هو يبقى قاعد في بيته في وسطينا، حتى لو هو مش عارف احنا مين ولا هو فين. خلاص ستي، اعملي اللي انت شايفاه صح ويريحك. مش ممكن. بالمناسبة صحيح، فرح كانت عايزة تشوفك على فكرة. ليه؟ ما هي اللي عايزة تشوفك وأنا اللي عايز أشوفك. أكيد يعني عايزة تشكرك على الحاجات اللي أنت اخترتها لها. يا سلام، يعني أنت عملت لي فيلم هندي وإحنا هناك وما ينفعش تعرف ولازم تخبي وتقعي بلسانك. طبعًا كل ده أي كلام، أنا اعترفت من أول قلم على طول. أكيد طبعًا عايزة تشكرك إن أنت أنقذتيها من زوي. بصراحة أنا كنت لازم أعمل كده، يعني سؤالك بشع بشع. ده فعلا ذوقي بشع قوي. اضحكي اضحكي، ما تكتماش اضحكي. كفايه بقى، كفايه تحاسبي نفسك وتلومي نفسك وتجلدي نفسك. نفسك خلاص مش طايقاكي. كفايه. الو. بصوا بقى يا جماعه، الناس دي بترتب لحاجه، حملات السوشيال ميديا العنيفة، الهجوم الكتير جدا في برامجهم وقنواتهم بدون داعي. الناس دي عايزة تبعدنا عن حاجة وهم بيرتبوا لحاجة تانية. ما هم طول الوقت كده كده شغالين على السوشيال ميديا وبرامج والحاجات دي. مش بالشكل ده يا نديم. الطريقة دي طريقة حد مسحور عايز يشوشر على حاجة. طب تفتكر الموضوع ليه علاقة بشركة كمال؟ هي أو غيرها. لازم نشتغل على كذا محور. نديم، أنا عايزك تركزي في التواصل مع علاء، يدي لنا الصورة ويقول لنا إيه اللي بيحصل بالظبط. تمام. عادل، عايزك تركز مع ايمن الفتره اللي جايه دي، اكيد لو بيرتبوا الحاجه هيحتاجوا فلوس. المشكله يا فندم ان ايمن سافر النهارده،